من جديد نحن معكم مشاهدينا من دي في اند اوديو برودكشن ومن برنامجنا سيدات رائدات من بلدة العيرون. معنا صبية بأول العمر ميكايلا رحال بتعلم الرقص وبتمتهن مهنة الرقص. رح نتعرف نحن وياكم عليها. بونجور ميكايلا، يعطيك العافية. حضرتك صبية بأول العمر بتعلمي رقص وبتمتهني الرقص، شو نوع الرقص اللي بتقدمي لنا إياه؟ هلا أنا صراحة بلشت أتعلم باليه وزومبا أول ما بلشت، وبعدين صرت أطور حالي، صرت روح أتعلم زيادة من إنه أعلم حالي على البراتيك أنا، وبين إنه أتعلم محل تاني. سو فتحنا زيادة لاتين، هيب هوب، جيمناستكس، إيريال، تقريبا يعني أورينتال كمان، يعني تقريبا كل شيء تقريبا. ليه اخترتي الرقص بالتحديد؟ هلا أنا صراحة بلشت من عمر 4 سنين. ماما فوتتنا على الرقص، أنا ما كنت كتير ما كنت كتير حبها يعني، بس فوتتني من عمر 4 سنين بالباليه. أوكي، ومن وقتها خلص يعني صرت حسها إنه طريقة بقدر فش خلقي فيها وبقدر هيك عبر عن شعوري فيها. ومن أي عمر بلشتي تمتهني يعني تعلمي تلاميذ؟ بلشت من عمر 13 سنة، علمت عند مدام كانت فاتحة شو اسمه أكاديمية. وقتها سكرت جيت لهون قلت أنا بدي كفيها لشغل تحبيتها، ومن عمر 13 سنة بلشت عليها. عندك أكيب بتعلمي لها كل أنواع الرقص؟ 100%، عندي صفوف كل أكيد كل حدا شو بحب الصفوف بيجي عليها، وعندي أكيب تاني بيجي هو كبار عادة، تنروح نعمل شوات برا إن كانت افتتاحية ملعب، فستيفلز، إربانات، كل هالأخبار. من كم شخص بيتألف الأكيب اللي بتلبوا الحفلات؟ هلا تقريبا بيتألف من 12 شخص حسب أكيد عدد الأشخاص اللي طالبينهم العالم يعني، بس إنه أنا اللي عندي هلا 12 شخص، وأكيد إذا بيكبر أهلا وسهلا. إحنا اليوم بالأكاديمية مطرح ما بتعطي دروس، صح؟ كل قديه عم تعطي درس للتلاميذ؟ هلا أنا بالصيفية يعني بيفترق الوقت بين الصيفية والشتاء، بالصيفية أنا تقريبا كل يوم عندي صفوف إلا نهار الأربعاء، وبالشتاء بصير جرب انا صغرهم شوي كرمال العالم لانه بكون عندها مدارس وهيك، بتصير بين خميس جمعه سبت. هلا التلاميذ اللي رح يشوفوكي من عبر دي في اند اوديو برودكشن وحابين يشاركوا معك، بعد في مجالات حدا يفوت بالاكاديميه؟ اكيد اهلا وسهلا، بتضل مفتوحه ابوابها لمين ما كان، تلاميذ صغار كبار، نساء، حتى بنعمل فتنس نحن، كل شيء. هلا شو المخططات اللي مفكره فيها لبعدين؟ اذا هلا رقص وتربيه حفلات، شو عندك براسك لبعدين؟ هلا صراحه انا حابه اكبر، حابه اكبر واوصل محل اني اقدر لبي يعني ان كانت مش بس حفلات، اقدر اعلم اولاد صغار عن جد توصل معي، وانا من الاولاد يلي عم يتعلموا عندي، يعني في منهم صار لهم سنتين وثلاثه عندي، هول انا كمان عم خليهم يفوتوا اكثر على المسرح تيصيروا هن يلبوا حفلات، بنعمل حفلات من اولاد صغار من كبار من كل شيء، حتى انيماسيون بالاعياد، يعني تقريبا هيدا المجال كله انا حابه افوت فيه. ونحن بنتمنى لك التوفيق ميكايلا، وميرسي لك استقبلتينا اليوم بالاكاديمية، بنتمنى التوفيق. الطموح ما قال عمر مشاهدينا، من عمر صغير لعمر كبير، المهم يكون في اراده، بنتمنى لها التوفيق، وعلى امل اللقاء معكم بلقاءات ثانيه مع سيدات ثانيه بسيدات رائدات وعبر دي في اند اوديو برودكشن. بتشكر متابعتكم مشاهدينا. تابعوني مشاهدينا عبر دي في اند اوديو برودكشن لتعرفوا اكثر عن نشاطات المستقبليه. ميرسي لكم.